حاجة معايا. صحيح. هذا كادو ديالك الويدا ملي موافقنيش ملي موافقنيش الله سبحانه وتعالى اني بصيفطك الهضره فجاتك واحد كادو كومكو انا هنا للناس نعوض لك واحد الشويه شكرا شكرا ديري ديري على الصوا تحليتي ولا حلو انا نحلوهم انا غادي نحليه شويه تحليه هاي دابا سير هاكا خلي دابا هادشي ولا انا نحل رجع شويه لورا اشبيك ها؟ اما العمرات ديالكم والله والله تصح قطعت لكم العبره ديالكم بجوج وان شاء الله غتشوفوا مع لا فيكتو غادي معاهم واش كاين اللي كيتبع طريق الوالدين عمرو ما يخسر في الحياه هاي رويده مقطعه اللي كيامروه بالخير صدقا وصاحبهما في الدنيا معروف الا وان جاهداك على ان لا تشرك بما ليس فلا تطعهما لكن على ان تشرك به فلا تطع لكن حينما يكون في المعروف وفي الحياه فاللي كي يكون مرضي مع والديه وفي حياته دائما الرضا بين عليه هذا راه امتى كيربح ملي كيموتوا الوالدين عاد كيربح عاد كيبدا يجني الثمار هو كيكون في الحياه مزيان ولكن ملي يمشي والديه بحال شي واحد كخدام كيتخلص في اخر الشهر ورمضان ملي كنصوموا في اخر رمضان كناخذوا الاجر الله تعالى كيعطي للصائمين اجرهم والوالدين ملي كيكونوا في الحياه معاك انت مرضي موفق للخير ولكن ملي كيموتوا كيزيد الخير اكثر والمسقوط حتى هو هكا عا كيموتوا كيبدا يتخلص هو مفلس في الحياه ولكن لا طول الله العمر قبل منه عا كيموتوا وعاد كيجي الخلاص ديال المعقول